اليوم بتختتم الأعمال التحضيرية للقمة العربية والمقرر إقامتها في البحرين يوم الخميس المقبل بعد أيام من الاجتماعات بدءا من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجان متابعة وتنفيذ القرارات وغيرها وصولا إلى العديد من الملفات التي تم رفعها على مائدة القادة العرب لإقرارها خلال فعاليات القمة. هذا وتتصدر المناقشات أزمة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتي تعتبر أحد أهم القضايا، حيث يناقش المجتمعون تفعيل مبادرة السلام العربية والانتهاكات الجسيمة التي بترتكبها قوات الاحتلال في القدس، ويناقش أيضا تطورات الاستيطان في الضفة الغربية والأسرى واللاجئون والتنمية والأونروا.